طيب بأخبار كتيرة متنوعة سواء محليا أو عالميا، نبتدي بسوبر كورة اللي بتقول اتحاد الكرة يحدد الخميس المقبل لإجراء قرعة الدوري. يا ريت بقى، يعني عايزين نعرف القرعة وميعاد الدوري النهائي هيبتدي امتى وهيخلص امتى، زي ما قال الدكتور عمرو الجنايني في تصريحات ليه ان هيكون في ميعاد محدد لبداية الدوري وميعاد محدد لختام الدوري كمان. ده شيء هيبقى مميز جدا في الحقيقة لو حصل، بس نتمنى ان هم ينجزوا شوية. حاسس ان في بطء نسبي بالنسبة للمسؤولين في اتحاد الكرة او للجنة الخماسية، محتاجين ان هم يسرعوا في الاداء اكتر من كده عشان يحسموا العديد من الامور المهمة جدا. نروح للوطن سبورت. جمال الغندور يدرس إلغاء الحكم الخامس، وده ضروري لازم بصراحة يلغيه، وده من خلال اجتماعه مع لجنة الحكام واللي بتتكون من وجيه أحمد عزب حجاج، ياسر عبد الرؤوف، محمد فاروق، تامر دري، محمد عبد القادر مرسي ومحمد فرج. وبكرة هيكون في مؤتمر صحفي لشرح خطة عمل اللجنة. لكن موضوع الحكم الخامس في الحقيقة ما أضافش للدوري المصري إطلاقا، بالعكس ده عمل مشاكل كتيرة جدا. فأعتقد أن الاتجاه الأقرب للكابتن جمال الغندور هو إلغاء الاستعانة بالحكم الخامس. نروح لفيتو. عمرو الجنايني الإعلان عن الجهاز الفني المنتخب الوطني قريبا، برضو من ضمن القرارات المهمة اللي هيتم الإعلان عنها قريبا في ظل أخبار بتطلع كل شوية عن فلان الفلاني أقرب، لا ده تم استبعاده، لا في حد تاني مكانه. فالكلام طبقا كمان للفجر الرياضي بيقول لك تشكيل جهاز إيهاب جلال في تدريب المنتخب، وإن عماد متعب هو المفاجأة، وبيقولوا إن كابتن إيهاب جلال هو هيكون المدير الفني لمنتخب مصر وهيساعده كل من حمد إبراهيم ومحمد شوقي ومصطفى كمال، وعماد متعب هيكون مديرا للمنتخب. وبعد كده تم نفي هذا الخبر من قبل اتحاد الكرة.